علموها للحكمة أصول نعرفوها ومقاصد شرع فهموها ودريشة حق كتبوها حبت بالنور مجالسهم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري. الحكمة السابعة: لا يشككنك في الوعد، عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهد الكريم، أسأل الله أن يتقبل منك الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، حكمتنا في هذه الحلقة المباركة تقول: لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في سيرتك وإخمادا لنور سريرتك. ما معنى هذا الكلام؟ الله عز وجل ذكر لنا في القرآن وعودا كثيرة، والله عز وجل حينما يعدنا بشيء ذلك الشيء يتحقق في الزمن الذي يريد. مثلا قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. كل هذه وعود من الله في القرآن جاءت، هذه الوعود لطالما أن الله عز وجل أخبر بها سوف تقع هذه الوعود. لكن ابن عطاء يقول لك: إذا تأخرت هذه الوعود أو إذا جاء ثمنها أو جاء وقتها، دقق، إياك أن تشك في وقوعها على أرض الواقع. لا يشككنك في الوعد، أي وعد الله، عدم وقوع الموعود الذي أخبر به الله عز وجل، حتى وإن تحقق زمنه أو جاء الزمن الذي أخبر به، لا تشك في مراد الله، لا تشك في قدرة الله، لأنك إذا فعلت ذلك كان ذلك قدحا في سريرتك، كان ذلك إخمادا لبصيرتك. يا أيها المشاهد، ثق في مولاك. الحكم العطائية كلها تنادي الإنسان أن يعرف جيدا أن الكون كله في قبضة الرحمن. لا تشك أن هذا الذي وعد الله إياه سوف يأتي، لكن قد يتأخر ذلك الموعود، وتأخير هذا الموعود قد يكون مرجعه إليك أنت، ليس مرجعه إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. في غزوة أحد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، والنصرة لهم، هذا وعد الله. لكن نتيجة لمخالفة الناس لسيد الناس أو مخالفة بعض الصحابة
لأوامره صلى الله عليه وسلم لم يأتي نصر الله. إذن إذا وعد الله بشيء فلا تقل الله لم يفعله، بل انظر في ذاتك، انظر في نفسك، فلعل الخلل يكون فيك أنت وليس في وقوع مراد الله عز وجل. الله عز وجل أخبرنا أن وعده آت لا محالة، لكن هذا الوعد سيتحقق إذا صدقت نية الإنسان وإذا أضاع الإنسان الله ورسوله. الرماة في غزوة أحد، النبي أمرهم ألا يتحركوا من مكانهم، فلما رأوا أن المسلمين قد انتصروا وأن هناك غنائما سوف توزع، سرعان ما تركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن المعركة قد انتهت، فنزل الرماة من على جبل الرماة وكان ما كان، والقصة تعرفونها جيدا. إذن حينما يتأخر الموعود فانظر في ذاتك أنت أولا. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قد يقول فلان أنا اتقيت الله عز وجل ولكني لم أجد مخرجا، فأين وعد الله؟ نقول لك دقق في حقيقة نفسك. أنت قد تصلي، قد تصوم، قد تزكي، قد تفعل الأشياء، ولكن ليست الأشياء على حقيقتها. هذا يصلي رياء، هذا يزكي رياء، هذا يحج رياء. إذن فرغت العبادة من مضمونها الأصلي الحقيقي الذي من أجله أراد الله لك ذلك. إذن حينما تقول مراد الله لم ينفذ، ابدأ في أن تتدبر في ذاتك، هل أنت انصعت لأوامر الله حتى يأتيك مراد الله، أم أنت انصعت ظاهريا، أنت تقربت إلى الله ظاهريا ولم تتقرب إلى الله بحقيقة العبادة. ابن عطاء في هذه الحكمة يريد منا جميعا ألا نتشكك في موعود الله، مراد الله سوف يأتي حتى وإن جاء الزمن، ولكن أنت افهم مراد الله فهما صحيحا. نظر، أحد الناس ذهب إلى أحد الشيوخ وكان من العارفين الزاهدين، وأخذ معه صديقا له، فلما زار الشيخ قال الشيخ لصديقه أو لهذا الرجل الذي جاء معه سوف يكرمك الله بمولود، وانتهى هذا الأمر. مشى الرجل وتمضي الأيام والأيام والرجل لم يرزق بولد، الرجل لم يرزق بولد، فذهب إلى صديق قال انظر الشيخ قال كذا وكذا وكذا ولم يتحقق مراده ولم يتحقق وعده. قال له أفهمت مراده؟ هل فهمت مراد ما قال الشيخ؟ قال لا، إلى أن تأتي الأيام ويموت الشيخ ولم يتحقق مراده. فقال له الشيخ قال لك سوف يكرمك الله بمولود، هل قال لك هذا المولود سيكون في الدنيا؟ لا، قد يكرمك الله عز وجل في الآخرة ويطوف عليهم ولدان مخلدون، قد يكرمك الله عز وجل بأن ساعة أن تدفن في قبرك يدفن معك مولود، قد يأتي هذا الحال على هذا الحال. إذن قبل أن تقول أن المراد لم يتحقق لابد أن تدقق في مراد الله أولا، وعليك أن تدقق في حالك أنت، فإذا لم تفعل فهذا انطماس في بصيرتك. ودقق، وعندنا ما يسمى بالبصر وعندنا ما يسمى بالبصيرة، والبصيرة أعلى من البصر، والبصيرة هي التي يميز الإنسان بها الأحوال. قد تجد إنسان يفعل شيء يقول أنا لا أدري ماذا فعلت ذلك، أنا لا أدري ماذا فعلت ذلك، لماذا؟ حصل عنده انطماس في البصيرة. والطمس أمر نستعيد الله بالله عز وجل منه. لذلك سيدنا موسى حينما دعا على فرعون قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم. الطمس أمر نستعيد منه الله عز وجل. إذن نخلص من ذلك، مراد الله آت لا محالة، فإياك أن تشك أن مراد الله سوف يقع. فإذا
عبد الإنسان ربه بالتسليم المطلق، كان هذا التسليم من أفضل القربات إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الموقنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقبل الله صيامنا. لله.